استاذ عبد الرحيم، سياده النائب اي فندم، اي فندم. اتفضل. انا ما اعرفش انت سمعتيني لحد فين، بس لان الخط قطع. انا كنت بقول بالنص الكلام اللي حضرتك بتقوليه بالظبط، ان هذا الارتباك يمثل كارثه حقيقيه، انه حجم دير سانت كاترين ليس حجما عاديا ولكن كنيسه عاديه، ده دير عالمي للغرب وللشرق فيه اكثر من المصريين والعكس صحيح. يعني ده مكان انساني عام، فلا يجوز لما يبقى فيه حادث ارهابي والعالم كله يتكلم ان عندنا حادث ارهابي في سانت كاترين، لا يجوز هذا الارتباك، وان احنا نقعد ساعه الداخليه مش قادره تتاكد، وزاره الداخليه في مصر مش قادره تتاكد اذا كان حادث ارهابي من عدم التصحيح. ولو هو مش حادث ارهابي قولوا لنا انه مش حادث، يعني الحقيقه يعني تصريحات غير منطقيه، انه لا يجوز ان انا اطلق رصاصه بالخطا من مسدسي وانا بنظفه، بتطلع منه رصاصه تصيب حد في كتفه وتصيب حد في رجله وتموت حد، لكن تطلع رصاصه تدخل قلب واحد تقتله وبعدين تلف تصيب اربعه ده هي دي رصاصه ام الرصاصات، عارف حضرتك زي اللي ام القنابل، رصاصه سحريه يعني رصاصه سحريه. طب نرجع تاني لمبادرتك يعني فيما يتعلق بقانون الهيئات القضائيه. بص يا فندم، انا من 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 منطلق حرص على عدم تفجير الاوضاع في وقت حساس زي كده، وقت بتتعرض مصر فيه لمؤامرات، وقت بتتعرض فيه لمصر الحرب شرسه مع الارهاب، ثم نختلق معركه مع قضاه مصر بين النواب والقضاه، ونعمل قانون تعتبر الهيئات القضائيه اهانه لها لانه بيكبلها وبيعطي للسلطه التنفيذيه حق اختيار رؤساء هذه الهيئات اللي دأبت منذ مئات السنين على اختيار اعضائها بواسطه الاقدميه المطلقه، عشان ما يدوش السلطه التنفيذيه فرصه انها تختار بشكل او باخر بشكل ينتقي الناس ويوظف السلطه القضائيه لصالح السلطه التنفيذيه برؤيه القضاه. جلسنا مع نادي القضاه وارسل لنا نادي القضاه رساله انا بعتها ليكم في البرنامج، هذه الرساله بتتضمن موافقته على تلك المبادره التي تتضمن التزام الجميع قضاه ونواب بما يقوله مجلس الدوله باعتباره الجهه الاستشاريه القانونيه لمجلس النواب. حتى لما بتعملي قانون بتبعتيه للضبط القانوني الى مجلس الدوله. احنا قلنا على القضاه والنواب قبل ان يصدر مجلس الدوله تقريره الالتزام بما ينتهي اليه مجلس الدوله. الحقيقه نادي القضاه مشكور، ارسل خطابا رسميا يقبل فيه المبادره ويقبل ما ينتهي اليه مجلس الدولة. طب خليك معايا سيادة النائب، خليك معايا معلش دقائق، ان انا بتابع هذا الخبر وخليك ارجوك سامع معانا. دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، دكتور خالد ايه الوضع بالظبط في سينا عند كاترين، ايه الاصابات والضحايا؟ يعني استاذ لميس، هو مساء الخير. هو ما ورد الينا من تقرير مبدئي من جنوب سينا حتى الان استشهاد فرد امن واصابه اربعه اخرين اثر هذا الهجوم. الاربع مصابين في طريقهم جري نقلهم عبر سيارات الاسعاف لمستشفى شرم الشيخ الدولي، لسه ما وصلوش حتى الان، قربوا يوصلوا. لكن السيد وزير الصحه كان في اتصال هاتفي ومتابعه مع السيد محافظ جنوب سيناء، وفي بالفعل فريق طبي من اساتذه جراحه العظام والمخ والاعصاب والجراحه العامه من جامعه الازهر وجامعه القصر العيني في انتظار وصول المصابين في مستشفى شرم الشيخ الدولي. إذن ده بيؤكد انه يعني إذن احنا بنتكلم على استشهاد فرد شرطي او استشهاد فرد امن، فرد امن واصابه ثلاثه ولا اربعه؟ اربعه. الاصابات حرجه ولا اصابات عاديه ولا اصابات يعني ايه؟ يعني حتى الان مش قادرين نعرف طبيعه الاصابات، يعني عند وصولهم المستشفى ان شاء الله يبقى معانا تقرير مفصل اكتر وهكون في متابعه تاني مع حضرتك. عندكم معلومات هل ده كان موتوسيكل معدي ولا ده اطلاق نار بخطا ولا اي معلومات اخرى؟ لا لسه، يعني في انتظار ان في بيان يصدر من وزاره الداخليه الان ان شاء الله. طيب لكن المعلومات اللي هي في وزاره الصحه ان هناك استشهاد لفرد امن وده الكمين يا فندم، ده الكمين اللي قبل كان كاترين؟ لا، اللي جاي لي في التقرير الرسمي ان ده هجوم على دير سانت كاترين. على الدير نفسه.
يعني ده اللي عندي في تقرير رسمي، لكن برضو عايز اقول لحضرتك ننتظر بيان وزاره الداخليه ان شاء الله. اللي اتاخر قوي. شكرا دكتور خالد مجاهد متحدث باسم وزاره الصحه. اتفضل يا سياده النائب عبد الرحيم علي. يعني كده وزاره الصحه اكدت ان في حد استشهد واربعه مصابين في هجوم على دير سانت كاترين نفسه. يا فندم كل العالم بيقول هجوم على سانت كاترين، احنا عايزين ندفن وشنا في الرمله ونقول انه ده بتاع. انا بصراحه لو طلع مش هجوم، انا رايي ان مدير الامن اللي قال عكس الكلام ده يتشال، ده اقل حاجه يعني. الناس مش واخده بالها ان احنا قريه صغيره، الاقمار الصناعيه بتكشف وده بيكشف وده بيكشف، يعني ما يصحش ان احنا نتعامل مع على الشكل ده، لان احنا بلد كبير وسمعتنا كبيره. خليني ارجع لك بس للمبادره. احنا الاخوه في نادي القضاء ارسلوا زي ما قلت لك مذكره وافقوا فيها على المبادره قبل ان يصدر تقرير مجلس الدوله، وقالوا ان احنا بنقبل باللي انت بتقول عليه حفاظا على كرامه النواب وكرامه القضاء وحفاظا على ما يحصلش صدام بين الطرفين. رحت قابلت الدكتور علي عبد العال، وكان لديه لقاء مع السيد رئيس الجمهوريه، وكان رايح لرئيس الجمهوريه، واستوقفته وقعدنا مع بعض 10 دقائق، وقلت له يا فندم هناك كارثه تقع الان، هناك شحن لدى القضاء بانكم تحاولوا تكتفهم، تحاولوا رسم قانون يقلص من صلاحياتهم ويقلص من حريتهم، وانه احنا عملنا مبادره بالشكل الفلاني، وعلى ان الطرفين يقبل بما يقول به مجلس الدوله. الراجل قال انا مجلس الدوله بالنسبه لي استشاري، وانا عارف ان رده هيبقى غير دستوري، وانا ممكن ما اقبلش. يا فندم من فضل حضرتك الكلام ده يودينا في 60 داهية. القضاء مستفزين لو سمحت. المهم في نهاية اللقاء وعدني بالنظر في هذه المبادرة وبالنظر في الموضوع برمتي باعتباره ممكن يمثل حساسية بين القضاء وبين السلطة التنفيذية وبين مجلس النواب. الخطورة في ايه يا استاذة لميس؟ الكلام ده ما حدش هيقوله غير في مصر. المادة 148 من الدستور، وده اللي القضاء حاطينه عندهم في مذكرتهم المرفوعه لمجلس النواب والمرفوعه للراي العام كله اللي سلموه لي نسخه، بتقول ان رئيس الجمهوريه نفسه لا يجوز محاكمته الا امام جهه واحده وهي المجلس الاعلى للقضاء. القضاء بيسالوا سؤال واحد ومحدد وواضح وصريح، هل يجوز لرئيس الجمهوريه ان يختار من يحاكمه؟ نقطه منطقيه جدا. فلستوب. إذا يقبلوا ده، إذا السلطة التنفيذية تقبل أن تختار من يحاكمها، طب العالم هيبص لنا إزاي؟ يعني الغرب والشرق والأمريكان وحول وغيره وغيره وغيره، يبص لنا على إن السلطة التنفيذية في مصر السلطة التشريعية إدت السلطة التنفيذية حق اختيار من يحاكمها إذا لا قدر الله أي شيء. أنا هضطر أقطعك معلش تاني يا أستاذ عبد الرحيم يا سيادة النائب، لأنه برضو عندي تصريح على عهدة الراهب جريجوريس بدير سانت كاترين، وبيؤكد أنه لا صحة لوقوع هجوم إرهابي على الدير أو استهدافه من قبل عناصر مسلحة. وقال لي اليوم السابع إن ما وقع هو إطلاق نار بالخطأ على الدير من الخارج، ولم يسفر عن أي إصابات بين الرهبان بالداخل، وأن الجميع بخير وسلام. أهم جملة بالنسبة لي أن الجميع بخير وسلام، وأن الرهبان تمام والسياح تمام. يبقى ده جمله مهمه. يا ريت يا جماعه يوسف نكلم الراهب، نشوف الرهبان فيه عند الدير، نكلم الكنيسه يا شباب. طيب على الاقل يقول لنا المعلومه بس نبقى عارفين. طيب اذا ده كلام الراهب جريجوريس، الراهب بدير سانت كاترين، اللي بيؤكد انه لا صحه لوقوع هجوم ارهابي على الدير او استهدافه من قبل عناصر مسلحه. برضو أنا هنا عندي ارتباك ما بين معلومة نقلها العالم كله على كل وكالات الأنباء الإنجليزية والفرنسية وغيرها، وبين معلومة أخرى بتقولها مصادر محلية. الفصل في ذلك هو وزارة الداخلية. كل تأخر دقيقة عندنا فيه مشكلة. أنا عندي واحد مستشهد وأربعة جرحى، والبيان اللي جاي لوزارة الصحة هجوم على دير سانت كاترين. طب يعني عايزين نفهم بس، نصدق مين؟ نصدق دول ولا نصدق دول؟ هنا فكرة السرعة والدقة والتعامل هو ده أهم شيء. بعتذر سيادة النائب عبد الرحيم علي. أنا برضو أنا معاك في إنه لو هناك عدم وجود هجوم
ارهابي من اي نوع والضحايا دول سقطوا باطلاق، انا ما اعرفش يعني ايه اطلاق نار خطأ يصيب يقتل ويصيب، مش دي القضيه. بس خلينا في ده، خلينا في القضاء، خلينا في القضاء دلوقتي. هذه الاجتماعات يعني سياده النائب، كل هذه الاجتماعات ليه ما اتعملتش قبل ما القانون يطلق؟ ما هو يا فندم احنا فوجئنا بالقانون، القانون دخل البتاع دون عرضه على القضاء، رغم من الدكتور علي عبد العال وهو قال لنا كده وقال للقضاء كده قبل كده انه القضاء بيحترموه جدا وبيحبوه جدا وبيطالبوه بتنفيذ وعده، انه لا يمكن ان يصدر قانون للقضاء دون ان القضاء ما يشاركوا فيه وضعه. القضاء لم يشارك. الان الخطوه الجايه ايه سياده النائب؟ الخطوه الجايه ان احنا بنناشد زي ما عملنا بيان امبارح بهذا الكلام، بنقول يا جماعه ادي تقرير مجلس الدوله طلع الهيئه القضائيه التزمت بيه، من فضلكم نبوس فوق راسكم، البلد مش مستحمله خلافات بين الهيئه التشريعيه والهيئه القضائيه في هذا الوقت الحرج اللي بتمر بيه البلاد، واللي الرئيس نفسه وصفه بانه موقف حرج يحتاج الى الوحده. هل الوحده تقتضي خلافا بين القضاه والبرلمان في هذا التوقيت؟ اذا كانت الوحده تقتضي ذلك وان الطرفين يتجاذبوا في هذا التوقيت فليوافقوا على القانون. الوحده تقتضي ان الناس ما تتجاذبش في هذا التوقيت وتقعد مع بعض على مجلس النواب، ان على مجلس النواب انه يرجع القانون يلتزم بما قاله مجلس الدوله ويرجع القانون للجنة التشريعية، ثم يستدعي القضاء لمناقشة القانون ونخرج من هذه الأزمة. بشكرك سيادة النائب عبد الرحيم.